هذه وصفتي اليوم، جل للحواجب، جل مغذي ومنبت للشعر. إذا كنت تعاني من تساقط شعر الحواجب، من تلفها، من تقصفها، من الفراغات في الحاجب، الخلطة هذه بإذن الله أنها راح تساعدها على النمو من جديد وعلى انبات الشعر في المناطق الفارغة في الحاجب. زي ما أقول لكم دائما يا بنات، أنه جربوا الأشياء الطبيعية، المكونات الطبيعية اللي عندكم في البيت أفضل 100 مرة من الأشياء المصنعة والكيميائية. جربيها ما راح يضرك شيء، أفضل 100 مرة من الأشياء الجاهزة اللي في السوق. ودائما يعني أقول لكم أنه إذا ما نفعتك ما راح تضرك، يعني ما راح يجيك أصلا منها ضرر، أكيد فيها منفعة، بس هي يبغى لها استمرارية. يلا تعالوا مع بعض أوريكم وصفتي. المكون الأول، خلطة اليوم، هو زيت الزيتون. أنا أحرص دائما أني أخذ من المعصرة، أي زيت أنا أحب أخذ من المعصرة يكون طازج. طبعا زيت الزيتون يحتوي على فيتامين A مغذي لبصيلات الشعر، كما أنه يحفز على نمو الشعر. مكون الثاني زيت الخروع، زيت الخروع يحتوي على حمض يحسن الدورة الدموية، يعزز نمو الشعر. أيضا هو يحمي من الجفاف، يحفز انبات الشعر من جديد. يعني إذا كان عندك فراغات في الحاجب أو في حتة في الشعر، فهو سبحان الله ينبت الشعر في الأماكن الفارغة. المكون الثالث حطيت فازلين، الفازلين راح يعطينا كثافة للخلطة عشان تتماسك، وراح يرطب لنا يعني كمرطب للبشرة. طبعا الفازلين كمان مفيد جدا، ينمي ويطول الشعر. الحين راح حركت الخلطة شوي، حركتها حطيتها في الميكروويف عشان تمتزج المكونات كلها مع بعض لحد ما يذوب الفازلين وتمتزج المكونات مع بعض. شايفين كيف الفازلين عطاه شوي كثافة؟ وصلنا للقوام اللي احنا نبغاه. الخلطة جدا ممتازة ومجربة يا بنات، خاصة البنات اللي دائما يعني يعانون من فراغات في الحاجب وكذا. هذه ان شاء الله يعني بإذن الله انها تنبت لكم الشعر من جديد، تعطي كثافة للحاجب طول. راح احطها في العلبة احفظها. هذه العلبة يمكن تكفيك شهر. نجي لطريقة الاستخدام. شايفين كيف صار الخلطة؟ صارت كريمية جميلة مرة مرة، أنصحكم كلكم تجربونها. راح أجيب عند الاستخدام طبعا قبل ما تنامين تغمسين كذا عود الأذان وتمررينه على الحاجب، تدهنينه على كامل الحاجب في الصباح، تغسلينه وتكررين الوصفة كل يوم قبل النوم تحطينه، راح تشوفي نتائج مذهلة. تحطينها في الليل يعني قبل ما تنامين، وصار في الصباح تغسلينها. وزي ما قلت لكم من قبل، أهم شيء هو الاستمرارية على الخلطات، أقل شيء شهر. ممكن كمان تستخدمين إذا كان عندك مسكرة قديمة أنك تنظفينها وتستخدمينها للخلطة، أو المشط هذا الصغير حق القلم، لأن أيضا يعني بحاجة لما تجين تخلصين تدهنين الحاجب تسوين تدليك لفروة الحاجب علشان بويصلات الشعر تمتص الخلطة، وتحركين الدورة الدموية لبويصلات الشعر في هالمنطقة عشان تتحرك فيها كمان يعني الدورة الدموية، فتمتص الخلطة وتحصلين على نتائج. بس كان هذا فيديو اليوم، أشوفكم في فيديوهات قادمة وإلى اللقاء.